بالمؤسسات العامة والخاصة في مجموعة من المجالات المرتبطة في مجال تقنية المعلومات، التحول الرقمي والمدن الذكية للبلدات والمدن العربية. اليوم كنشنو النسخة الثانية من المعرض البيداغوجي للمدن الذكية على المستوى الإفريقي في نسخة الثانية تحت شعار المدينة الذكية في خدمة المواطن العربي الإفريقي تحت رعاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذا المعرض هو حلقة ما بين جسور ما بين الجامعات المحلية وما بين عمداء المدن ما بين جهات، وكذلك ما بين كذلك المكاتب الدراسات والهندسة وصانع الحلول. اليوم كندشنوا توقيع اتفاقية التفاهم ما بين المنتدى العربي المدكية المتلى بالمملكة العربية الهاشمية وما بين المعرض البيداغوجي للمدن الذكية، على أساس يكون واحد التبادل الخبرات ما بين الخبراء المغاربة وخبراء أردنيين في مجال المدن الذكية، وهذا كيعزز الترابط ما بين المملكتين، المملكة الأردنية الهاشمية وما بين المملكة المغربية، على أساس يكون واحد التلاحم ديال الابتكارات ما بين هذه الدول. وكنشنو كذلك المعرض البيداغوجي المصغر اللي غادي يكون في القلب الجامعات الدولية لأكادير، الهدف ديالو هو صناعة مدينة مصغرة غيزوروا فيها جميع المتدخلين في ميدان المدن الذكية. وفي الختام هذا كنشتغلوا كذلك في ظل خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي كيدعي الى جهوية موسعة، وكذلك الدبلوماسية المواسية التي كنخدموا عليها باش يكون عندنا تقارب بين الشعوب ما بين الدول العربية. موجودون نحن اليوم في مدينة أكادير الجميلة بدعوة كريمة ومبادرة مقدرة من ذلك كضيف شرف وأيضا كشريك في التنظيم، ولتقديم تجربتنا في المنتدى العربي فيما يتعلق في بناء قدرات المدن العربية الأعضاء في منظمة المدن العربية. نحن مؤسسة من مؤسسات هذه المنظمة الغير حكومية الغير ربحية، معنيين في بناء قدرات المدن العربية والبلديات العربية الأعضاء في مجالات التحول الرقمي وبناء المدن الذكية. متأكدين إن شاء الله أنه هذا الفعالية هذه الفعالية عفوا اليوم ستكون فرصة ذهبية لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات الناجحة العالمية والعربية فيما يتعلق في مجالات التحول الرقمي. وزي ما أنتم عارفين اليوم موضوع التحول الرقمي أصبح حاجة وليس خيار، التكنولوجيا عم تتطور بشكل متسارع وبالتالي لابد أن نواكبها عربيا ونكون في مصاف الدول عالميا ونحسن جودة حياة وخدمات مواطنينا في كل مدننا العربية. نحن نتواجد اليوم في إطار يومين دراسيين حول المدينة الذكية، وكان لي تدخل هذا الصباح حيث أكدت على وجوب التفكير في الحفاظ على هوية المدينة والحفاظ على الطمأنينة والعيش الرغيد فيها، وذلك الحفاظ يجب أن يكون بذكاء، فذكاء المدينة أو ذكاء فضاء ما هو لا يقاس بذكاء الأداة الإلكترونية أو الرقمية ما نعبر عليه بديجيتال جادجت، ولكن هو يقاس بمدى جودة الحياة في هذه المدينة ولا سيما في فضائها الأخضر وفي جوها وفي مرافقها العمومية المختلفة. ونحن في الجامعة نعتبر أن المهندس المواطن هو الذي يجعل في صلب تفكيره اليومي حاجيات المواطن قبل كل شيء، وتلبية تلك الحاجيات في مخرجات أعماله الهندسية والاستشارية اليومية. وهذا اليوم هو نظم في جهة أكادير، والسنة الفائتة كان هناك يومين في مدينة الدار البيضاء، والسنة القادمة إن شاء الله ستكون مدينة مراكش هي المستضيفة لهذه الأيام، وهكذا حتى نزور جميع جهات المملكة. وكان لدي
لقاء مع حديث مع السيدة رئيسة جمعية رؤساء الجهات حتى ننظم وننسق العمل بيننا لنتوجه لجميع هذه الجهات. وأظن أن مثل هذه اللقاءات ولا سيما في فضاء أكاديمي شبابي فوجب علينا أن نمد شباب الغد وشباب اليوم ومسؤولي الغد بكل ما فكرنا فيه حتى يواصلوا المنهج وحتى يكونوا شهداء على ما قمنا به وما يمكن تطويره من قبلهم في المستقبل. وشكرا. الكريم أولا أقدش نبدأ كلمة ليلي بدون